بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الوقف والوصايا. الوقف عقد لازم، وهو تسبيل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إذا قلت هذا وقف فإنه يلزم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وأما الوصية فهي التبرع بعد الموت. أوصيت لفلان بكذا لا يثبت إلا بعد الموت. أوصيت له بدار، أوصيت للجمعية الفلانية بكذا من المال، لا يثبت إلا بعد الموت. وأما الوقف فهو يثبت من حين أن تقول هذا وقف، فهو عقد لازم. بينما الوصية ما دام الإنسان حي يمكن أن يعدل ويبدل ويغير حسب ما يراه من المصلحة. والوقف والوصايا فيها الأجر والثواب والمغنم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جيدة بمعنى مقدرة إلا ترك وقفا. وعمر رضي الله عنه يقول: أصبت أرضا بخيبر وهي من أنفس ما تملك، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فقال له: أن رأيت أن تحبس أصلها وأن تثبت أو تسبل غلتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سعد رضي الله عنه فاتح القادسية وأحد العشرة المبشرين في الجنة، جاء إلى مكة في فتح مكة ومريض وأشرف على الموت. يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عيادة مريض، فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام عنده قال: يا رسول الله، إن عندي مال كثير وليس لي إلا بنية بنت واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لأنه أشرف على الموت وبيتصدق باللي عنده كله. قال: يا رسول الله، الثلثين؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، الشطر يعني النصف؟ قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: رضيت بما رضيه المولى لنفسه، حيث بأنه أوصى بالخمس، أوصى بالخمس، لأن أبو بكر رضي الله عنه عنده ورثة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنك إن تدعى، يقول لسعد: إن تدعى ورثتك أغنية خير من أن تدعهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. وكان عنده بنت واحدة، وما مات إلا وعنده 12 من البنين وعشر من البنات، وهذا من فضل الله حيث أعطاه الله الذرية الصالحة. هذا سعد رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه يعني تصدق أو بأوصى بالخمس، وقال: رضيت بما رضيه الله لنفسه. وأرسل
السدس لأبيه في مكة. فلما بلغه الخبر قال خطب جلل، يعني خبر مزعج، خبر يعني فيه يعني إثارة الهموم وإثارة الحزن لما بلغه وفاته عبد الله الذي هو أبو بكر رضي الله عنه، ووالده كان في مكة، فأعطي الأب السدس، لأن أبو بكر رضي الله عنه عنده بنين وبنات، وإذا كان عند الرجل بنين وبنات فيكون لوالده السدس ولأولاده البقية ولزوجته الثمن وهكذا. قلنا أيها الأحباب هنا نقطتين هامتين في الوصايا: أولا أن لا تزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة. لو قالوا الورثة والله ما نريد شيء، كل اللي ترك والدنا نبيه لجمعية، الجمعية الخيرية، نبيه للأيتام، نبيه للأرامل، نبيه للمعوزين، وجاءوا عندنا وقالوا نريد إثبات هذا. نقول هل في عندكم قصر؟ إذا قالوا نعم نقول لا، حق القصر لا يمكن أن تتبرعوا به. إذا قالوا لا، أصغر واحد فيهم عمره 20 سنة، أصغر واحد فيهم عمره 30 سنة، نقول جزاكم الله خيرا، أضفتم إلى ما فعله أبوكم من فعل الخير، أضفتم ما يضاهيه ويماثله حينما تنازلتم عن الدار الفلانية لتكون مقرا لحفظة كتاب الله، حينما تنازلتم عن الدكان الفلاني لتكون أجرته تصرف للصائمين في رمضان، حينما تنازلت عن المزرعة لتكون غلتها للفقراء والأيتام والأرامل والمعوزين إلى آخره. فنقول أيها الأحباب هنا نقطتين هامتين: أمر يتعلق بقدر الوصية، وأمر يتعلق بالموصى له. فقدر الوصية نقول ألا تتجاوز الثلث، وإذا تجاوزت الثلث نستأذن الورثة في هذا الذي حصل فيه التجاوز، ما نستأذنهم بكل الوصية، لا، الأب يعني المتوفى من حقه أن يوصي، لكن ما زاد على الثلث نحتاج إلى استئذان من الورثة، فإن أجازوا فنعم وإلا فلا، لا يعني نحدد الوصية بالثلث ونجيزه، وما زاد عليه نقول يرجع إلى الورثة إن أجازوا وإلا فلا. ثانيا، هل تصح الوصية لوارث؟ قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لأن الوارث له نصيب من التركة، إذا كان أم فلها السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، وإذا كان أب له كل المال أو السدس وما أبقت الفروض أو السدس وحده وهكذا، وإذا كان زوج فله الربع أو النصف، وإذا كان زوجة فلها الربع أو الثمن. فنقول الوصية لوارث إذا كان وصى، إذا كان قد وصى له لظروف خاصة لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأجاز الورثة فلا مانع، لأنها تمت بإجازة الورثة. وأما إذا كان لا يريد تفضيله على غيره، عنده ولدين يريد يفضل واحد على الثاني نقول لا، عنده زوجتين يريد يفضل واحدة على الأخرى نقول لا، عنده بنتين يريد أن يفضل واحدة على الأخرى نقول لا، لكن إذا كان هذا الموصى له يحتاج إلى العناية، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى معاملة خاصة لوجود مرض يلازمه أو فقر أحاط به أو عدد من العيال ولا يستطيع الإنفاق عليهم، فنقول نعم. فالخلاصة أيها الأحباب أننا يعني نهتم بهاتين النقطتين: النقطة الأولى الوصية لا تكون بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، فنستأذن الورثة فيما زاد على الثلث. ثانيا، الوصية للوارث لا تكون إلا إذا كان هذا الوارث له ظروف خاصة وأجاز الورثة، حتى لو كان له ظروف خاصة والورثة قالوا لا احنا أولى
نقول لا بد من الاستئذان من الورثة. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف عن هذه المسائل ونمر ونقول إننا يعني قد لا نحتاج إليها حاجة كبيرة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يوصي الآن أوصى عند القاضي، والقاضي سيدله على الكلمات النافعة والأسلوب الجيد والشروط المطلوبة والاحترازات التي ينبغي التنبه لها، لأنه إذا كتب هو قد يكتب كتابة خطأ. فلذلك وقت المؤلف قبل 800 سنة قد يكون هو الإنسان يكتب، فيبين إذا أوصى بكذا، إذا أوصى بعبد من عبيده. الآن ما عندنا عبيد ولا عندنا أحد من هذا النوع، الدولة أعتقد جميع الأرقة. وإذا أوصى بفرس قد تكون الخيل الآن من أندر من النادر، وإنما يوصي بدار، يوصي بدكان، يوصي بمزرعة، يوصي بنخل في مزرعته إلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: فصل. وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، الفلان يعطى كما يعطى ابني فلان، فلانة تعطى كما تعطى ابنتي فلانة. فوصى لرجل أو وصى لامرأة بمثل نصيب أحد الورثة. نعم. الآن هذا غير وارد عندنا، وإنما الوارد أن يقول يعطى فلان الربع، يعطى فلان الخمس، يعطى فلان السدس، يعطى فلان إلى آخره. نعم. وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ولآخر بجزء، ولآخر بجزء، يعني أوصى الواحد قال مثل ابن فلان وآخر بجزء من المال. نعم. ولآخر بجزء مما يبقى من المال، كرجل له ثلاث بنين أوصى أوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث ما بقى. فعلى الوجه الذي نقول لصاحب النصيب في المسألة التي قبلها ثلث المال. نعم. له ها هنا، لأنه عنده ثلاثة بنين وكل واحد يأخذ ثلث المال، فأوصى له، فمعناه أوصى له بثلث المال. نعم. له ها هنا ربع المال، ويكون للآخر ربع أيضا، يبقى سهمان من أربعة لثلاثة بنين، وتصح من 12 سهم. نعم. وتصح من 12 سهما لكل واحد من الوصيين ثلاثة أسهم. نعم. ولكل ابن سهمان، فإن ردوا عليهما، ردوا يعني قالوا لا ما نوافق، فإن ردوا عليهما قسمت الثلث بين الوصيين نصفين والباقي للبنين. نعم. وعلى الوجه الآخر لا يزاد صاحب النصيب على ميراث ابن، لأنه قصد التسوية بينه وبينهم. ولك في عملها طرق، يعني طريقة استخراجه. نعم. ولك في عملها طرق، أحدها أن تضرب مخرج إحدى الوصيين في الآخر، وهو ها هنا ثلاثة في أربعة، الناتج 12. نعم. وهو ها هنا ثلاثة في أربعة تكون 12، ثم تنقصه سهما يبقى 11، فمنه تصح. نعم. ثم تأخذ مخرج الجزء وهو ثلاثة، تنقصها سهما يبقى سهمان، وهو النصيب. والطريق الثاني أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا، تدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الوصي الآخر ثلث الباقي سهما، يبقى سهمان بين يبقى سهمان بين الابنين، لكل واحد ثلث سهم، فتعلم أن النصيب ثلث سهم،
فإذا بسطتها أثلاثا كانت إحدى عشر. فإذا بسطتها أثلاثا كانت إحدى عشر. الطريق الثالث أن تقول ثلاثة أسهم بقيت ثلاثة أسهم بقيت مال ذهبي ثلثه، فرد عليه نصفه وسهما صارت خمسة ونصفا. فإذا بسطتها كانت أحد عشر. فصل. وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته آخر وأحد ورثته نعم، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث فاجعل المال تسعة أسهم وثلاثة أنصباء، ادفع نصيبا إلى صاحبه وإلى آخر سهما وادفع نصيبين إلى اثنين، يبقى ثمانية أسهم للابن الثالث، فيتبين أن النصيب ثمانية أسهم والمال ثلاثة وثلاثون. فصل. وإذا كان له مئتان درهم وإذا كان له مئة درهم وعبد قيمته مئة، نقول الآن ما في عندنا عبد قيمته لا مئة ولا ألف. نعم. وعبد قيمته مئة فأوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بالعبد فقد أوصى بثلثي ماله، فإن لم يجز الورثة يعني الورثة قالوا لا ما نوافق، فإن لم يجز الورثة ردت وصية كل واحد منهما إلى نصفها، فلصاحب العبد نصفه وللآخر سدس المئتين وسدس العبد، ويحتمل أن يقتسم الثلث على حسب ما يحصل لهما في الإجازة فيكون بينهما على عشرين، لصاحب العبد تسعة وهي ربع العبد وخمسه، ولصاحب الثلث أحد عشر وهي سدس المال وسدس عشره، وإن أجازوا لهما فللموصى له بالثلث ثلث المئتين لأنه لا مزاحم له فيهما ويزدحم هو وصاحب العبد فيه، لأنه قد أوصى لأحدهما بجميعه وللآخر بثلثه، فيقسم بينهما على أربعة، لصاحب الثلث أرباعه ولصاحب الثلث ربعه، فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده لأنه يتوقف على الإجازة، فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده فله ثلث المئتين، وهل يستحق ثلث العبد أو ربعه على وجهين، ولصاحب العبد نصفه، وإن أجازوا لصاحب العبد وحده فلصاحب الثلث سدس المئتين وسدس العبد، ولصاحب العبد خمسة أسداس في أحد الوجهين وفي الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له في حال الإجازة لهما وباقيه للورثة. نعم. فصل. وإن وصى بثلث ماله لوارثه وأجنبي فأجيز لهما فهو بينهما. أجيز لهما يعني الورثة وافقوا على أنه يعطى الوارث هذا القدر. نعم. فأجيز لهما فهو بينهما، وإن رد عليهما أو على الوارث وحده فللأجنبي السدس والباقي للورثة، وإن وصى لكل واحد أوصى بالثلث لأجنبي وأحد الورثة، أحد الورثة يعني ما وافقوا الورثة على أن يعطى، فبقي الأجنبي يستحق نصف الثلث وهو سدس، نصف الثلث سدس. نعم. وإن رد عليهما أو على الوارث وحده فللأجنبي السدس والباقي للورثة، وإن وصى لكل واحد بثلث ماله فأجيز لهما جاز لهما
وإن رد عليهما فقال القاضي إن عينوا وصية الوارث بالإبطال فالثلث كله للأجنبي، نعم، وإن أبطلوا الزائد على الثلث من غير تعيين فالثلث الباقي بين الوصيين وهما الوارث والأجنبي، نعم. وقال أبو الخطاب فيها وجهان، أحدهما أن الثلث كله للأجنبي والثاني للأجنبي السدس ويبطل الباقي. فصل، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا من المال، إلا جزءا من المال، مثل أن يوصي لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه وهم ثلاثة، بمثل نصيب أحد ابنيه وهم ثلاثة إلا ربع المال، إلا ربع المال، فاجعل لكل ابن ربع المال واقسم الباقي بينهم وبين الموصى له على أربعة، لا تنقسم، فاضرب عددهم، فاضرب عددهم في مخرج الربع تكون تسعة، تكون ستة عشر، لهم سهم ولكل ابن خمسة، ولكل ابن خمسة. وإن قال إلا سدسا فضلت، فضلت كل ابن بسدس وقسمت الباقي بينهم وبين الوصي على ما ذكرنا. فصل، وإن وصى له بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما بقي بعد النصيب فرضت المال بقدر مخرج الجزء المستثنى وهو أربعة وزدت عليه نصيبا واستثنيت من النصيب سهما رددته على السهام صارت خمسة بين البنين، لكل ابن سهمان وثلثان فهو النصيب، فتبين أن المال خمسة وثلثان، إذا بسطتها تكن سبعة عشر، للموصى له سهمان ولكل ابن خمسة، فإن كان أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي بعد الوصية فرضت أقل من مخرج الجزء الموصى به وذلك ثلاثة وزدت نصيبا ثم استثنيت من النصيب سهما وزدته على الثلاثة صارت أربعة بين البنين لكل ابن سهم وثلث، فتبين أن النصيب سهم وثلث، إذا بسطتها صارت ثلاثة عشر سهما ومنها تصح. هنا باب جامع لما يتعلق بالوصايا، ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، باب جامع. إذا وصى بعبد وهو ما عنده عبيد، إذا وصى بدار وهو ما عنده دار، إذا وصى بدكان وهو ما عنده دكان، فكيف العمل؟ إذا وصى بفرس وهو ما عنده خيل، إذا وصى قال يعطى فلان سيارة وهو ما يملك سيارة، هل نشتري له ولا ما العمل؟ نعم، إذا أوصى بعبد من عبيده ولا عبيد له، ما عنده عبيد، نعم، أو بعده، أو قال بعبدي الحبشي وما عنده عبد حبشي، نعم، أو قال بعبدي الرومي وما عنده عبيد روم، نعم، أو بعبده الحبشي ولا حبشي له، أو بعبده سالم، أو بعبدي سالم، ما عنده واحد اسمه سالم، عنده سعيد وعنده محمد وعنده عبد الله، لكن سالم ما في أحد اسمه سالم، منين نجيب سالم هذا؟ نعم، أو بعبده سالم وليس ذلك له فالوصية باطلة، الوصية باطلة. وصى لفلان، أنا وصيت للشيخ تركي قلت عبد من عبيدي ما عندي عبيد، وصيت له قلت بعبدي الحبشي ما عندي عبد حبشي، وصيت قلت عبدي سالم ما في أحد عندي اسمه سالم، عندي اسمه سعيد ومسرور وكذا إلى آخره، فيقول الوصية باطلة لأنه وصى بشيء غير موجود. نعم، فالوصية باطلة لأنه وصى له بما لا يملك، أشبه إذا وصى له بداره،
أقول الفندق مالي اللي عند باب الملك عبد العزيز هذا وصية، أنا ما عندي فنادق ولا عندي شيء، منين أجيب الفندق؟ الفندق اللي مثلا في الرصيفة لفلان، ما عندي دار في الرصيفة أصلا، يعني لو حتى ولا استطيع ولا استاجر. الفندق اللي مثلا في باب عند باب السلام عند المسعى هناك لجماعة تحفيظ القرآن، أصلا ما عندي أي ممتلكات في ذلك المكان، فمعناه أنه وصية باطلة. نعم، لأنه وصى له بما لا يملك، أشبه إذا وصى له بداره ولا دار له. وعن أحمد رحمه الله في رجل قال: أعطوا فلانا من كيسي، أعطوا فلانا من كيسي 100، ما عنده كيس، ولو عنده كيس خالي ما في 100، أعطوا فلانا من كيسي 100، ما عنده كيس في دراهم ولا شيء، كيس ما عنده شيء، فمعناه ما عندنا، من أين نجد المبلغ؟ نعم. لرجل قال: أعطوا فلانا من كيسي 100، ولم يكن في الكيس 100، يعطى 100 درهم، فلم تبطل الوصية، فيخرج ها هنا مثله، لأنه قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم، لأنه لما تعذرت الصفة بقي أصل الوصية. نعم، لأنه لما تعذرت الصفة بقي أصل الوصية، فيشترى له عبد، فإن كان له عبيد أعطي واحدا بالقرعة في إحدى الروايتين، بالقرعة عنده 5، وقال أعطوا فلانا عبدا من عبيدي، ما ندري من نختار، فلان ولا فلان، نقرع بينهم، ومن أصابته القرعة يذهب له. أعطوا فلان سيارة من السيارات اللي عندي، نقرع بين السيارات ونعطي واحدة. أعطوا فلان دارا من الدور، نقرع بين الدور اللي هو يملك وإن تفاوتت قيمتها. نعم، لأنهم فإن كان له عبيد أعطي واحدا بالقرعة في إحدى الروايتين، لأنهم تساووا بالنسبة إلى استحقاقه، فيصار إلى القرعة. وكثيرا من الأمور إذا حصل اختلاف أو حصل تشاح فإننا نلجأ إلى القرعة، كما لجأ سعد رضي الله عنه إلى إزالة ما حصل من تشاحن في الأذان يوم القادسية بأن أقرع بين المتشاحنين، فمن أصابته القرعة عذن. نعم، والثانية يعطيه الورثة ما شاء من سليم ومعيب وصغير وكبير، لأنه يتناوله الاسم، فيرجع إلى رأي الورثة، كما لو وصى له بحظ أو نصيب، بحظ، كما لو وصى له بحظ أو حظ أو نصيب. الحظ يمكن يكون ريال ولا ريالين، ويمكن يكون ملايين. نعم، ولا عرف في هيئة الرقيق، فرجع إلى ما يتناوله الاسم، فإن مات رقيقه قبل موته أو بعده بطلت الوصية. مات الرقيق الذي هو أوصى به، معناه ما عندنا شيء، ما نقول يلزمك تجيب عبد ثاني، أوصى بفلان وفلان مات، ما عنده شيء، والوصية أصلا لا تثبت إلا بعد الموت يا دكتور، ما تثبت إلا بعد الموت. نعم، لفوات ما تعلقت الوصية به من غير تفريط، وإن بقي منهم واحد تعينت الوصية فيه لوجوده منفردا، وإن قتلوا قبل موت الموصى، وإن موتوا قبل موت الموصي بطلت الوصية، لأنه جاء وقت الوجوب ولا رقيق لديه. وإن قتلوا بعد موته وجبت له قيمة أحدهم، لأنه بدل ما وجب له. وإن لم يكن له عبيد حين الوصية فاستحدث عبدا احتمل الوصية اعتبارا بحالة الموت، واحتمل أن لا تصح، لأن ذلك يقتضي من عبيده الموجودين حال الوصية. نعم، فصل. وإن وصى بعتق عبد وله عبيد احتمل أن يجزئ ما عتق وما وقع عليه الاسم،
لعموم اللفظ، واحتمل أن لا يجزئ إلا عتق رقبة تجزئ في الكفارة. نعم، لأن للعتق عرفا شرعيا فحملت عليه. وهل يعتق أحدهم بالقرعة أو يرجع إلى اختيار الورثة على وجهين؟ وإن عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة عتق جميعه. وإن وصى بعتق عبيد فلم يخرج من الثلث إلا واحد عتق واحدا منهم بالقرعة. وإن وصى أن يشتري بثلثه رقاب يعتقون فأمكن شراء ثلاثة رقاب بثمن رقبتين غاليتين فعتق الثلاثة فعتق الثلاثة أولى، لأنه تخليص للثلاثة. وإن اتسع لرقبتين وبعض أخرى زيد في ثمن الرقبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وإن قال أعتقوا أحد رقيقي جاز اعتاق الذكر أو الأنثى، جاز اعتاق الذكر والأنثى والخنثى، لأنه أحد رقيقه. وإن قال اعتقوا عبدا من عبيدي لم يجزئهم عتق الأنثى ولا الخنثى المشكل، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، ويجزئ عتق الخنثى المحكوم بذكوريته، ويجزئ عتق الخنثى المحكوم بذكوريته لأنه عبد. وإن قال اعتقوا أما لم يجزئهم إلا أنثى. ونكتفي بهذا أيها الإخوان على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وقسمة التركات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوة الأحبة يقول لي 5 أولاد، نقول أصلحهم الله وجعلهم قرة عين لوالديهم وبارك فيهم. يقول 4 أكملوا التعليم وتزوجوا وباقي 1 في التعليم ولم يتزوج، فهل أوصي له بشيء؟ نقول إذا كنت زوجت 4 فاعمل مع 5 كما فعلت مع 4، أو تكتب ورقة تقول إن سبق الأمر وقرب الأجل فيزوج فلان من مالي كما زوجت إخوته. يقول السائل الكريم: من توفي ولده في حياته وعند هذا الابن قصار وزوجه، هل يجوز أن يوصي لهم؟ نقول نعم، لأنهم غير وارثين. فإذا كان عند الرجل أولاد وهؤلاء يعتبرون أحفاده، فالأحفاد لا يرثون. إذا كان عنده أبناء ذكور فيمكن أن يوصي لهم وجزاه الله خيرا. هنا يقول موضوع الخيل: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ونجد الآن كثيرا من الأمكنة فيها إصطبلات وبدأوا يهتمون بها وفيها الخير والبركة إن شاء الله. يقول: هل هناك صيغة للوصية الشرعية يمكن الحصول عليها؟ نقول نعم، في المحاكم عندهم نص وفيه يقرأه الإنسان، والعبارات اللي يريد يضيفها يضيفها، والعبارات اللي يريد يستبعدها يستبعدها، ويضع اسمه ورقم بطاقة الأحوال والشهود عليه، فهي موجودة عندنا في المحاكم. محاكم اسمها محاكم الأحوال الشخصية، فيها موضوع الوقف والوصايا والأنكحة والطلاق والرجعة والخلع والمواريث إلى آخره. يقول: من مات ولم يوصي بشيء هل هو عاتب؟ نقول: إذا كان عليه ديون فهذه الديون قد تضيع ولا تسدد فتبقى في ذمته، وإذا كان له أموال
قد ينحرم الورثة منها ولا تسدد أيضا فتضيع عليهم، لكن اللي ماله مطالبات ولا عليه التزامات هذا شيء آخر، لكن له مطالبة عند زيد أو عمر أو له التزامات عند فلان أو فلان أو مدين لفلان، فلبراء الذمة ينبغي له أن يبينها. يقول أخ كريم، يقول المعتمر هل له أو عليه طواف وداع؟ نقول قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني من جاء إلى نسك حج، فهذا في الحج. وكثير من العلماء يقولون العمرة على غراره، على غرار الحج، وإنما يسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض كما سقط عنها في الحج، لأن الطواف بالبيت صلاة وهي معذورة والصلاة لا تجب عليها. يقول بالنسبة للعملة، نقول الاتجار بالعملة جائز إذا كان يدا بيد، يعني مثلا أنا عندي مكتب صرافة، أبيع دينار بدرهم، أبيع دولار بجنيه استرليني، إذا كان يدا بيد ولو اختلفت الأقيام يجوز، وأما إذا كان غائبا فلا يصح. هذا ما أفتى به العلماء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.